جمال أبو مية غدا. معلش قبل ما انسى بس اقول لحضرتك المشهد الثاني اللي بيبرر اداره الرياضه في مصر بعشوائيه وتخبط وهوى مداخله المهندس هشام حطب في احد البرامج الرياضيه ويعقبه مدير مديريه الشباب والرياضه الاستاذ محمد سويد. تمام. وهم كاشخاص على راسنا مقدرين، احنا بنتكلم بصفاتهم الوظيفيه. بيسألوا أحد مقدمي البرامج إن النادي الأهلي بكرة هيعمل الجمعية بتاعته في مدينة نصر، وإذا اكتمل النصاب يا فندم يبقى كده الأزمة اتحلت والمشكلة ومفيش أي حاجة. لا لا، هو عين تتعمل في الجزيرة وأنا أبعت موظفيني وأشرف عليها ويخلص الأمر. إيه ده؟ طب فين المواعيد؟ وفين الإجراءات؟ وفين الدعوة قبلها ب 15 يوم؟ يعني الأمر بقى بالمزاج والهوى، مش قانون بيحكمنا وإجراءات. ما هو أنت بتحجج إن الأهلي خالف الإجراءات وخالف القانون. فين هي المخالفة؟ أما وإنك على الهوى في نص ساعة ممكن تقلب الدنيا دي كلها وتبعت الموظفين ويعقبوا برضه نفس القصة مدير مديرية الشباب والرياضة، وعندنا استعداد نروح لو عملوها يوم الجمعة ونمشي اللي في دماغنا من غير قانون. انا دلوقتي بقى كلام مرسل اللي بيتقال قدامنا كلام، فين القانون اللي بيقول الكلام ده؟ تعال بقى يا سيدي الفاضل، هما بيتحججوا بالماده الرابعه، الماده الرابعه من القانون. بتقول ايه الماده الرابعه من القانون؟ معلش هاخد من وقت حضرتك دقيقه واحده. تضع اللجنه الاولمبيه المصريه لائحه استرشاديه للنظم الاساسيه. تمام. للهيئات الرياضيه، ادي واحد اللائحه الاسترشاديه. وتعقد الجمعيات العموميه للهيئات الرياضيه اجتماعا عاديا اجتماعا عاديا مش غير عادي. لا، وتعقد الجمعيات العموميه للهيئات الرياضيه اجتماعا غير عاديا لا، وتعقد الجمعيات العموميه للهيئات الرياضيه اجتماعا طارئا لا، اجتماعا خاصا. وده قصد المشرع زي ما انتوا بتفسروا على مزاجكم وعلى هواكم ان المشرع قصد اجتماعا واحدا. لا لا، ده مش قانون. المشرع بقصده اجتماعا خاصا اراد ان يخرجه عن اجراءات الجمعيه العموميه غير العاديه، عن اجراءات وقواعد الاجتماع الطارئ. ما هو لو كان النص قال كده تعظيم سلام. تمام. تعقد الجمعيات العمومية اجتماعا عاديا تعظيم سلام، غير عاديا. أما وإنه قال اجتماعا خاصا لأنه اجتماع متفرد مش هيتكرر تاني. مرة واحدة لكل هيئة رياضية تقرر لائحتها وتقرر نظامها. منين بقى هنأولها ونديها أحكام الجمعية العمومية غير العادية؟ أهو أنا بقرأ نص، يطلع حد يقول لي اللي أنت بتقوله ده مش مظبوط. تمام. مؤول ومفسر في قاعدة قانونية معروفة جدا، لا اجتهاد مع صريح النص أو تأويله أو تفسيره على الهوى والمزاج، ده بين قوسين كده. جميل. زي ما هم بيفسروا، ما بيقول لك وقصد المشرع، أنت عرفت منين قصد المشرع؟ قصد المشرع حطه على الورقة أهو، قصد المشرع صدق عليه في القانون، قصد المشرع واضح، ما تبقاش وجهة نظر حضرتك. تمام. نكمل معلش المادة. فضل. بعد إذن حضرتك. وتعقد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية اجتماعا خاصا حددناه وخرجناه عن مظلة الجمعيات العمومية وغير العادية خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون المرافق يخصص لوضع نظامها الأساسية، وتحدد اللجنة الأولمبية المصرية النصاب اللازم لانعقاد. نمرة 2 لائحة الاسترشادية، نمرة 1 يا لجنة أولمبية، نمرة 2 النصاب اللازم للحضور يا لجنة أولمبية، والموافقة ونصاب الموافقة على تلك النظم. تمام. فقط لا غير. لكن اجراءات بس اهو انا بقول لحضرتك اجراءات مكان وانعقاد وزمان، ما بنتكلمش في الحاجه دي اطلاقا. تمام. ما قالش انا مش هالف، مش هجيب حاجه من عندي. انت بتقول ان الماده الرابعه ادتني اجراءات وانت بتخالف الماده الرابعه. حد قانوني يطلع دلوقتي من وزاره الشباب والرياضه من اللجنه الاولمبيه يقرا معايا الماده دي ويطلع لي فيها اجراء زمان مكان انعقاد، او يقول لي لا ما هي بتطبق عليها احكام الجمعيه العاديه؟ المشرع ما قالش ان هي جمعيه عاديه، ما قالش اجتماع غير عادي،
ما قالش اجتماع عادي، يبقى خرجوا قاصدا ذلك، خرجوا من هذه القواعد. تمام. نكمل يا سيدي الفاضل. فإذا انتهت المدة المشار إليها ولم تجتمع هذه الأيئات سواء لعدم الاكتمال النصاب أو لأي سبب آخر، يعمل بأحكام اللائحة الاسترشادية. يعني المهلة دي من أول 1/6 لحد 31/8 حضرتك إيدك مغلولة بقوة القانون. أنت يا لجنة أولمبية ما تتكلميش معايا في حاجة قبل 1/9، ما تطبقش عليا أحكام اللائحة. أنت بتقول لي الأهلي خالف الإجراءات وخالف القانون، اللي هي نبع منين؟ من اللائحة الاسترشادية. طب أنا مش ملزم باللائحة الاسترشادية، أنا اللائحة الاسترشادية من 1/6 حتى 31/8 هي والعدم سواء، هي والعدم سواء. ومش إحنا اللي بنقول، ده نص القانون اللي بيقول. اللي بيفصل بيني وبين حضرتك نص المادة اللي أنت بتسترشد بيها. أكتر من كده لا، مالكش حق بقى حضرتك. يبقى ما تفسرش، ما تأولش، تبعت في أحد الخطابات للنادي الأهلي إنك تمارس إجراءاتك للجمعية وفق صحيح القانون كما ترانوه منسبا للإجراءات والقصة دي، صح تمام مليون في المية. وترجع بعد كده لا، إحنا طب الله، وإحنا واخدين صلاحيات جديدة في القانون الجديد عشان نقف كده بس نحدد نصاب ونعمل لائحة؟ لا، إحنا لازم نحط إيدينا في كل حاجة. يا سيد الفاضل، القانون ما ادهاش ليه، جبتها منين؟ والدليل على كده، الدليل على كده نص المادة 7 من القانون اللي بيغفلوا ذكرها ولا بيجيبوا سيرتها. المادة 4 حضرتك، وإذا حضرتك خالفت الاجتماع بتاعك هيبطل بأي نص في القانون برضو مش عارف. ده مش من مالكش حق الطعن كمان. مالكش يعني أي حاجة بصراحة. ما تتكلمش أنا أي حاجة، أنا السيد بأمره. يعني كنا بنعيب على القوانين القديمة وإيه نقول إيه؟ إن المشرع المفروض لما أنت بتصدر قانون بتراجع الدستور أولاً وأخيراً. دي كلها هتبقى عوارات في اللائحة الاسترشادية دي مخالفة للدستور، وإن شاء الله يطعن عليها بعدم دستوريتها في تلت موادها تقريباً. نرجع بقى للمادة 7 من مواد الإصدار. سريعاً، مع عدم الإخلال بالاختصاصات المخولة للهيئات الرياضية، يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل، وحتى تصدر هذه القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. طيب أنا أعمل إيه بقى دلوقتي؟ أطبق المادة 4 ولا أطبق المادة 7؟ تمام. يا أيها القانونيين المسؤولين في وزارة الرياضة أو اللجنة الأولمبية اللي بتسمعوني، ردوا عليا. يعني إيه يستمر العمل بالقوانين واللوائح حتى انتهاء المهلة في 31/8؟ اللي قصدها المشرع انك مالكش حق تطبق احكام اللائحه الاسترشاديه، ان اللوائح والقوانين القديمه معمول بيها، ان لائحه 929 لسنه 2013 هي المنظمه لاعمال الجمعيه الخاصه. تمام. يبقى احنا كده، بس هو السؤال اللي لازم نوضحه للناس بعد حضرتك قلته، الاجراءات التي قام بها مجلس اداره النادي الاهلي سليمه مليون في الميه. اليومين على يومين، إقامة الجمعية العمومية للتصويت على يومين، وأيضا على مكانين فرعين. يا سيد الفاضل، أنا مقرين عشان ما يبقى صحيح. أنا قريت لحضرتك نصوص القانون. في بند قريناه هنا قال المكان والزمان ويوم انعقاد يوم أو يومين. لا مفيش. القانون ما قالش إنه مش على يومين. ما قالش. تمام. ما قالش القانون. القانون قال اجتماع خاص وسابه. وقصد اجتماع خاص عشان يخرجوا بره قواعد الاجتماعات العموميه العاديه وغير العاديه. قاصد ده اعمله على يوم، اعمله على يومين. تمام. انا وده يختلف. يعني انا نادي عدد اعضائي كلهم 5000 10000، هعمله على يومين ليه؟ صحيح. اعمله على يومين ليه؟ صحيح. انا كنادي اهلي عدد اعضائي 140000 اضرب في 2 يعني قرابه ال 300000، اعمله ازاي في يوم واحد؟ وبعدين في حاجه ثانيه يا كابتن، معلش حاجه، حاجه سوري يا عيسى بيه، انا بس هو مش الـ